السلام عليكم ورحمة الله. متواجدين اليوم في مقر بروج. المكان اللي بنصور فيه منطقة كاشستو، شقة ثلاث غرف صالة بمساحة 165 متر مربع. الحي هذا مخدوم بكل الخدمات، يعني نقدر نقول انه موجود فيه سوبر ماركتات، المطاعم، الكافيهات، بالإضافة إلى الصيدليات، ومستشفى حكومي أيضا موجود في المنطقة. من جهة أخرى موجود جواهر مول، حوالين جواهر مول ايضا موجوده الفنادق العالميه مثل شيراتون بيمبلي، بالاضافه الى فندق ديدمان. الفنادق العالميه موجوده في حي كاشستو. نديكم تفاصيل الشقه مع بعض، تعالوا معنا. وصلنا الدور 13، بنصور مع بعض شقه رقم 39، ثلاث غرف صالة مساحتها 165 متر مربع. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة. أول ما نخش هنا زي ما احنا شايفين عندنا الموزع، موزع الغرف، ويسارنا على طول الصالة. زي ما انتم شايفين مساحة الصالة جيدة، وإطلالتها لو نلاحظ على البحر مباشرة إطلالة رائعة جدا. المنطقة اللي فيها الشقة هذه في منطقة كاشستو، منطقة راقية وحلوة ومخدومة بكل الخدمات. زي ما احنا شايفين أمامنا سوبر ماركت شوك، بالإضافة إلى المواصلات على طول الشارع، جواهر مول أيضا قريب من المجمع، بالإضافة إلى الفنادق العالمية مثل نوفوتيل وشيراتون راح ينبني وفندق رمادا. يميننا عندنا بلكونة مشتركة بين المطبخ والصالة. البلكونة هذه مزودة بالزجاج المتحرك، وإطلالة البلكونة أيضا على البحر وعلى الطبيعة، شيء جميل ما شاء الله تبارك الله. إطلالة بانورامية رائعة جدا. نكمل تفاصيل الشقة. موجودة أيضا في الشقة التدفئة المركزية في كل الغرف. المدخل الرئيسي للمطبخ من هنا، مطبخ جيد ما شاء الله تبارك الله، دواليب راكبة وجاهزة. الشقة إذا الشخص يبغاها بالأثاث أو من غير أثاث كل الاثنين يعني موجودة. بجوار المطبخ عندنا الغرفة الأولى، مساحة الغرفة تقريبا نقدر نقول 3.5 × 4، ويميننا هنا دورة مياه أولى، وانتم بكرامة نظام عربي. عندنا الغرفة هذه الغرفة الثانية، إطلالتها على الطبيعة، إطلالة رائعة جدا، وعندنا إطلالة جزئية من فوق على البحر. مقابل الغرفة الثانية عندنا دورة مياه الرئيسية بنظام جاكوزي المروش، دورة مياه متكاملة وانتم بكرامة. أخيرا هنا غرفة النوم الرئيسية. مساحة الغرفة جيدة ما شاء الله تبارك الله، كغرفة نوم كغرفة ماستر، يعني مكان يتسع للسرير وللكومودينا ومكان للدولاب أيضا. والإطلالة الرائعة هذه من إطلالة الماستر على الطبيعة. شقة ثلاث غرف صالة بمساحة 165 متر مربع في منطقة كاشستو مقابل جواهر مول. ونسينا أيضا نقول لكم أنه في دورة مياه خاصة بغرفة النوم الرئيسية، يعني شقة متكاملة بمساحة 165 متر مربع. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.